السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موقع اسمه ماب بوكس، وده منصة بتوفر إمكانية لرسم الخرائط المتخصصة والتطبيقات المعتمدة على الموقع الجغرافي. فممكن للمبرمجين والشركات إنها تعمل خرائط تفاعلية، وتقدر تعمل تتبع للموقع وتحليل البيانات الجغرافية، وبيتكامل يعني هو مديك إمكانية إن أنت تربط أي موقع أو أي تطبيق أنت عامله بال الخرائط بتاعتهم، خرائط تفاعلية ممكن تربط الموبايلات، التطبيقات، الويب، كل الحاجات دي. هيبقى عندك خرائط تفاعلية ممكن تخصصها حسب ما انت عايز، بيانات الموقع زي الاتجاهات، الطرق، المعلومات المتعلقة بالمرور، تحليل البيانات الجغرافية، تصميم الخرائط. فعشان كده في تطبيقات كتيرة خاصة بالطقس والألعاب والنقل والتوصيل معتمد على التطبيق دوت. لو جينا هنا على البرودكت هتلاقي حاجات خاصة بالماب زي ماب بوكس جي ال جي اس اللي هي جافا سكريبت، بحيث بيعمل لك خرائط خاصة بالويب أو الموبايلات، استوديو الألعاب بتاعتك، في حاجات خاصة بالنافيجيشن زي ماب جي بي تي، لوكيشن انتليجنت، اي اي اسيستنت، يبقى في ذكاء اصطناعي يجاوبك على الحاجات الخاصة بالموقع، في حاجات خاصة بالسيرش، بالداتا، بالسيلف هوستد، في كذا سوليوشن موجود، رحلات أو ريل استيت، عايز انت عندك منطقة وعايز تقسمها وعايز تشوف ريتيل هتأجرها ازاي، في حاجات خاصة بالبيزنس انتليجنس، في حاجة خاصة بالاوتوموفي. طبعا المبرمجين لو انت عايز تربط الموقع بتاعك، فممكن يكون عندك مثلا كذا مشروع انت عامله، فتبدأ توريها لهم 3D بكل الداتا وتربطه بالفي ار والاي ار. هو مديك امكانية بالاي بي اي والاي سي دي اكس، بحيث كمبرمج عندك موقع وعملته، لكن فكرة ان انت تدخل بقى الخرائط هتاخد منك وقت، تقدر تربطه بيه دايركت.